لازم السباعي والتمانة ده يكون بيحكي عن قضية حاصلة بينينا، هو ده التمان الصح.
الجمهور كل واحد نفسه يعيبها. الواد ياخد مع البت شهور وفي الاخر يسيبها. لا 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 ياللي غليتوا المهور كل واحد نفسه يعيبها. الواد ياخد له شهور وبعدين البنت يسيبها وتلقى نفسه متكسره مسكين حيموت بالحسره. وتلقى نفسه متكسره مسكين حيموت بالحسره. تستدعيه محكمه الاسره وتتكشف الاوراق. ايوة الخلق خلقها ضاق تبقى جرس وفضايح بعد كده. ايوة لا 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 ياللي غليتوا المهور كل واحد نفسه يعيبها. الواد ياخد له شهور وبعدين البت تسيبها. ايوه ياللي غليتوا المهور كل واحد نفسه يعيبها. الواد ياخد له شهور وبعدين البنت يسيبها ويبقى نفسه منكسرة مسكين حيموت بالحسرة. وتبقى نفسه منكسرة مسكين حيموت بالحسرة. تستدعيه محكمة الأسرة وتتكشف الأوراق. السبب ولماذا الخلق خلقها ضاق اليوم بقى في جوازة وعشر حالات طلاق. بقولها كلمة صريحة ابتدينا في التخاريف
يا خسارة الذبيحة ويا خسارة التكاليف. لا لا بتقولها كلمة صريحة، ابتدينا في التخاريف. يا خسارة الذبيحة يا خسارة التكاليف، السعادة يا دوب ليلتين ويشمتوا الشماتين، السعادة يا دوب ليلتين ويشمتوا الشماتين، وتبقى ما بين عيلتين مشاكل دقة وخناقة. السبب ولماذا خلق الخلايق ضاق؟ اليوم بقى في جوازة وعشر حالات طلاق.